بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الآن لاحظ معي نتكلم عن حاجة اسمها Layout طبعا البرمجين اللي اشتغلوا على ASP Web Forms يتذكروا شيء اسمه Master Page هي تقريبا نفس مفهوم الماستر بيج بس عموما ايش هي اللاي اوت سواء جيت من ويب فورمز او جيت من اي مكان اخر اللي يهمني الان ايش هي اللاي اوت هو اللاي لاحظ هنا خلينا نيجي ل لاحظ في الفيوز حتلقى عندك مجلد اسمه شيرت ايش موجود موجود اندرسكور Layout كليك عليها حتلاحظ شيء خلينا نشوف الان ما يهمك انت من الاشياء هذه اللي موجوده ما يهمك منها الان عندي صفحه مكتوبه ماني عارف ايش معناها، ايش معنى هذه الصفحة؟ في الغالب احنا نعرف انه المواقع تاخذ نفس الهيدر وتاخذ نفس الفوتر وتاخذ محتوى مختلف. فيقول لك انت الان عندك بيج هذا البيج لاي يكون فيها جميع التفاصيل تبع آآ آآ، تبع الشكل العام للموقع والمحتوى اللي في المنتصف احنا نرسل لك فيه الفيو، كيف؟ شايف الكلام هذا اللي مكتوب كله أنا ما يهمني اللي يهمني هذا السطر هذا ريندر body إيش render body الآن لما أنت تروح تطلب فيو معينة تبغاها تنعرض هو أول شيء يروح يجيب اللاي اوت يجيب هذه اللاي اوت يأخذها يقرأها ويجيب الفيو اللي أنت طلبتها ويمسح الريندر بادي هذه ويستبدلها بالفيو يعني الفيو اللي انت حاطه يعني مثلا عندنا الفيو هذه اللي هي جيت يوزرز لما اطلب انا هذا الفيو اول شيء هو يجيب اللي اوت هذه يجيب اللي اوت وطبعا فيها الستايل السي اس بعدين ايش معنى هذا الكلام وفيها كل شيء فيها الجي كويري وفيها التفاصيل كلها تمام شوف لاحظ البادي والبلوك وشكل الصفحه كامل بعدين لما تجيب اللاي اوت خذ الجيت يوزر خذ هذا المحتوى شوف انا حوضحها لك بطريقه افضل كان نقول له هذا المحتوى امسح ذي وحط هذه. كانوا بالشكل هذا يسويها. فهذه الفكره، فصار هذه الصفحه لاي اوت تطلب لما تطلب انت اي فيو. وياخذ اللاي اوت ويعوض مكان الريندر بادي بالصفحه اللي انت طلبتها. اذا انا طلبت جيت يوزرز حيعوض محل الريندر بادي بالجيت يوزرز. اذا انا طلبت الاندكس حيروح يجيب اللي اوت ويعوض مكانه هنا بالاندكس ويرسم الصفحه، يعني يرسم كامل المحتوى هذا. عشان كذا الان خليني اجي اقول له مثلا خلينا أقول له تشغيل واجي اقول له هنا student واقول له get users لاحظ الصفحة هذه كلها جات من اللاي اوت عشان كذا هذا سبب وجود الديزاين هذا والتنسيق هذا احنا فقط كتبنا هذه لو رجعت لل لاحظ ما حتلقى شيء حتلقى فقط البيانات اللي احنا وضعناها لكن لو رجعت للصفحة هنا خلينا فين راحت طيب خلينا نشوف الصفحة شوفها هو فقط طبع بس طبع فين طبع في المكان اللي موجود فيه الريندر بادي يعني كأنه طبع اللي اوت ومحل الريندر بادي عوض بالفيو اللي احنا طلبناها فهذه ببساطة الماستر بيج يعني مثلا لو انا بعدل شيء على الموقع بالكامل اجي هنا بس طبعا في بعض التعديلات تكون مو منطقية لكن بعدين نشوف البارشل فيو والاشياء هذه نجي هنا مثلا اكشن لينك خلينا نحط له اي شيء مثلا حط له هنا ويلكم شغل نعرض الصفحة نقول له لوكال هوست لاحظ الآن على ما يشغل لنا الصفحة ايش مكتوب هنا؟ ويلكم طب روح لاي صفحة ثانية روح لـ student ديمو طبعا هذه لانها تسوي ريتيرن هذه ما تطلب فيو لانها ترجع سترينج خلينا نطلب الاندكس ايش سوى؟ ويلكم فصار اذا في شيء تبغاه في جميع الصفحات يكون موجود في اللاي اوت يكون موجود في اللاي اوت هذه الفكرة من اللاي اوت ببساطة هذه الفكرة من اللاي اوت وهذا يساعدك إذا كنت ممكن تروح تصمم لك لاي خاصة فيك وتجيبها هنا وتجيبها في هذا المكان، أتمنى الصورة تكون واضحة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين